هذه حالة عامة. أنا عندي تفسير خلاص ايه؟ يعني يمكن هسه حضرني ما قلت لك بال بالاسم يعني بالانتظار. يمكن الألم هنا على الذات لأن ما شارك. صح. بالتأكيد هو ما يريد المنتخب يغادر ولا يريد أن يكون يعني جزء من تعطيل سيرة بلده أو منتخبه، ولكن ألم الذات. صح. ما الذي فعلت أنا كي لا أكون جزء من هذه السداسية الجميلة؟ لا لازم أعيد هو بكل تأكيد، بس تبقى علامات الامتعاض هل هي ظاهرة على الوجه؟ نعم. أو من أطلع أنا عندي بعض الحركات اللي تنم عن حالة غضب وعدم رضا على المدرب، ولهذا اجت نصيحة من واحد من زملائي ظهير اليمين للفريق مانشستر يونايتد أيام زمان، قال لي أتمنى عليك اللي تخسر جمهورك إذا المدرب حتى بالمباراة القادمة اللي ما يشركك أساسيا لا تمتعض، لا تبدأ علامات عدم الرضا.